كريم وعود للرب المعبود، برفع صلاة وتسبيح حمد وسجود، ترنيمي وعود لإله الجود، بطلب ملك المسيح على حياتي يسود، من فيض القلب عرفان وحب، ترنيمي جديدة برنم للرب، وغني لسيدي لحني وأناشيدي، ورنم لإلهي ما دمت موجود، ترنيمي وعود، ترنيمي وعود، ترنيمي وعود، ترنيمي وعود. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. سلام المسيح معكم، وبرحب فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم ترنيمة وعود، وترنيمة اليوم اسمها حضورك يغلب كل حضور. وصار لي فترة مشغول في موضوع حضور الله في تسبيحي وفي ترنيمي، والناس بيسألوني كتير يعني عن موضوع الحضور، وأصبح الموضوع كما أنه أنا بنتظر حضور الله، يمكن في الترنيمة الأولى، يمكن في الثانية، يمكن في فترة معينة من التسبيح. لكن في معرفتي القصيرة وخبرتي المتواضعة لقيت أنه حضور الله أنا باجي أصلاً جايبه معي على التسبيح والترنيم والاجتماع قبل الموسيقى وقبل الكلام. فما هو إلا تحصيل حاصل لو أنا قلبي في المكان اللي صح. فأنا بطلبه بصدق وبقلب منكسر في التسبيح والترنيم أن يحضر بثقة أنه حاضر معي في ترنيمي. وناس كتير قالت أنه حضور الله يسبق حضورنا، وهذا صح، حضور الله بيسبق أي حضور، لكن أنا شاغلني أنه حضور الله يغلب كل حضور. أنا جاي الاجتماع أو صلاتي في بيتي في خلوتي، في أشياء تانية حاضرة معي، يمكن حضور مسؤوليات بيتي، يمكن حضور مشاغلي، يمكن حضور ترنيمة بكتبها، يمكن أشياء كتير بتشغلني، وبنفس الوقت بطلب حضور الله. فالله يحضر في حياتي ولكن أنا مش شايفه، لأنه في أشياء كتير تحجب هذا الحضور لأني معطيها أهمية أكتر. لكن بصلي صلاتي إلك وإلك وإلك اليوم اللي بتسمعونا وتشوفونا، أنه أن يكون حضورك يا رب معانا دايم، أن يكون حضورك غالب على كل شيء تاني في حياتنا، أن يسيطر ويملك، أن يسود. ولما بصير هالشيء بتقدر تغيرنا يا رب، بتقدر تستخدمنا، بتقدر تفتح عينينا نشوف نور جديد، نتجدد فيك، نفهم المقصود، نفهم المطلوب منا في هاليوم. بصلي يا رب في اسم المسيح ولك كل كرامة ومجد. تعالوا نسمع الترنيمة مع بعض. ترنيمة وعود، ربي يا إله النور، حضورك يغلب كل حضور، ربي يا إله النور، افتح عيون قلوبنا ونشوفك يا محبوبنا، افتح عيون قلوبنا ونشوفك يا محبوبنا، كما لو كنت منظور، حضورك يغلب كل حضور، حضورك يغلب كل حضور، ربي يا إله النور، حضورك يغلب كل حضور، ربي يا إله النور، بروحك يا رب ملانا، محتاجينك معانا،
بروحك يا رب املانا، محتاجينك معانا تكون حوالينا سياج وصور. حضورك يغلب كل حضور، حضورك يغلب كل حضور. ربي يا إله النور، حضورك يغلب كل حضور. ربي يا إله النور. عيون الكل بتترجاك، طوبى للي بيستناك. عيون الكل بتترجاك، طوبى للي بيستناك. بيرفع أجنحة النسور، حضورك يغلب كل حضور. حضورك يغلب كل حضور. ربي يا إله النور، حضورك يغلب كل حضور. ربي يا إله النور. عطشنا وجوعنا لك، ثبتنا يا رب فيك. عطشنا وجوعنا لك، ثبتنا يا رب فيك. حتى بنورك نرى نور، حضورك يغلب كل حضور. حضورك يغلب كل حضور. ربي يا إلهي، صلي معي. حضورك يغلب كل حضور. ربي يا إلهي النور. مجدك يتسلط ويشيل كل كذب وزيف وتمثيل. مجدك يتسلط ويشيل كل كذب وزيف وتمثيل. ورياء وحب ظهور. حضورك يغلب كل حضور. حضورك يغلب كل حضور. ربي يا إله النور. حضورك يغلب كل حضور. ربي يا إله النور. من مرض البر الذاتي، من فضلك اشفي حياتي. من مرض البر الذاتي، من فضلك اشفي حياتي. ونشط كسلي والفتور. حضورك يغلب كل حضور. حضورك يغلب كل حضور. ربي يا إله النور. حضورك يغلب كل حضور. ربي يا إله النور. جايين بحمد بتسبيح، ذبائح حياة في المسيح. جايين بحمد بتسبيح، ذبائح حياة في المسيح. تصعد أمامك بخور. حضورك يغلب كل حضور. حضورك يغلب كل حضور. ربي يا إله النور. حضورك يغلب كل حضور. ربي يا إله النور. صليها. حضورك يغلب كل حضور. ربي يا إله النور. أمين يا رب. اجعل حضورك في حياتنا غالب أي حضور وطاغي ومسيطر على أي حضور آخر يحجب رؤيتنا إن نشوفك ونعرفك أكتر ونكبر فيك ونتغير فيك أكتر. لك كل المجد. وزي ما لاحظتوا الترنيمة كانت بين مقامين، مقام الدي ماينر ومقام الفا ميجر أو فا عجم الفا. المقامين مرة تانية، عجم الفا كمان، ورحنا من عجم الفا للريليتيف ماينر اللي هو متعلق فيه من عيلته، الدرجة السادسة منه الري أو الدي. اللي منكم بيلعب موسيقى وبيعزف آلي بيلاحظ إنه المقامين دايما، مقام الميجر أو العجم إله مقام متصل فيه وبيقرب له في معنى آخر اللي هو الدرجة السادسة ماينر منه الميجر، وماينر منه الدرجة السادسة، أو مننزل ثلاثة أو منطلع ستة. Thank you.
بودعكم مع تقسيمة عود، بصلي الرب يبارك حياتكم ويكون معكم دايما، وسلام المسيح يكون معكم ويملاكم. ترنيمة وعود.